علق حمزة جمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن التعادل أمام نادي فاركو في الدوري المصري بدون أهداف، وقال حمزة جمل في تصريحاته: كنا نواجه فريقا مميزا وقويا، وحرصنا على دراسة المنافس بشكل جيد، ونجحنا في الضغط عليه، وأغلقنا أهم مميزات الفريق وهي الأطراف، وكذلك استحوذنا على منتصف الملعب. وأضاف: راضي جدا عن أداء اللاعبين اليوم، خصوصا في ظل ضغط المباريات، ولدينا القدرة على التعامل مع هذا الأمر. وأوضح: نجحنا في الوصول لمرمى فاركو أكثر من مرة، وكان ينقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف. من الصعب تغيير شكل الفريق بشكل كامل، لا نملك مهاجم وليس لدينا بديلا لباهر المحمدي، ووجدنا نسبة فوز الإسماعيلي في المباريات لا تتخطى 70%. وأشار حمزة الجمل: اللاعبون يقدمون مستوى قوي ومميز على الرغم من نقص العدد في أكثر من مركز، والفريق يحتاج لدعم مادي ومعنوي وصفقات. واختتم: الإسماعيلي يخوض المباريات بدون لاعب محترف قوي قادر على صناعة الفارق، اشتغلنا على تطوير الهجوم والدفاع بشكل جيد، ونتمنى تحسن النتائج في المباريات القادمة.